السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناه مخضاري. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك في المقلات فقط، كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوه. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. فعلى بركه الله غادي نحتاجو في المكونات. عندي كاس زيت، كاس سكر، نصف كاس من الحليب، اربع بيضات، وجوج بيكين باودر، وكيس من السكر فانيلا. غادي نوضع السكر، صراحه كيتحضر بسرعه وما كتحتاجوش نهائيا الخلاط الكهربائي، وما كتحتاجوش ايضا الفرن. خصوصا الا بغيتيو تحضروا كيك بلا كريم، هذه اسهل طريقه، ما تحتاجوش نهائيا لا جينواز. كنخلطوا البيض جيدا، كنضيف الزيت، سكر فانيلا، والحليب. غادي نوضع البيكين باودر. المقادير بالتفاصيل غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. وبالنسبه اللي مازال ما دخلش الانستغرام ديال القناه فدخلوا باش تشوفوه، مطبخ داري بنفس الاسم. نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. غادي نحتاج ايضا الكاكاو المر. الى بغيتو الكيكه تجيكم فاتحه هكا خليوها يعني بلا كاكاو. ملعقة كبيرة انا هنايا غادي نجيب مقلات. غادي ندهن بالزيت، كنجيب هكا واحد المغرف على هذا الشكل. هذا غادي نغطيها. انا هنايا ما عنديش تغطيه ديال هذه المقلات، هذه غادي ندير تغطيه اكبر منها ونخليها طيب على نار مهيله جدا اخواتي. فمن بعد ما طيبت انا جاوني هنا ثلاثه طبقات وحده رقيقه هي الرابعه. كما كتلاحظوا معايا كيفاش كيجيو في السمك ديالهم، كيجيو طالعين. نخليهم تيبدرو نخليهم تيبردو في هذه الاثناء. هذه غادي نحضر الكريمه اخواتي. ف من بعد ما ساليت الطياب ديال الكيكه انا هنايا وجدت الكريمه، وضعت القليل من الكريمه السائله. كما
كما كتلاحظوا معايا فاش كتطلع معنا الكريمه، الاهم انها تكون بارده، وضعت تقريبا واحد الكاس ونصف من الكريمه السائله مع ملعقه من السكر. وهنايا عندي القهوه اللي غادي نسقي بها الكيك، ممكن انكم ديروا الماء والسكر. هذا الكريمة غادي نسقيها حتى هكا. بالنسبة أنا للكيكة فتقسمات لي، يعني كنت هزها وبيدي وطاحت، وإنما معليش. غادي نجيب اللوز إفيلي ونذوق به الجوانب.
هنايا غادي نجيب بوش و غادي نضغط فيه الكريمه اللي تبقات لي. بسم الله. هنايا من بعد ما شكلت هذوك لوريضات بالكريم، انا هنايا غادي ناخذ الكرز المعسل وغادي نوضعه فوق هاد الحبات هادو. كما كتلاحظوا معايا التزيين جد جد بسيط. على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلها تتبرد في المبرد ونعاودو نطلقو باش نشوفو الشكل ديالها النهائي. اخواتي فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا من بعد ما طاب. كيجينا كما لاحظتوا رائع جد جدا وبالطبقات كما كتلاحظوا. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.